لاستمتاعي والاحتفال بالعيد وسط الحدائق والمتنزهات والطبيعة الخلابة التي تتمتع بها القناطر الخيرية، شهدت حدائق القناطر إقبالا جماهيريا كبيرا من قبل الزائرين. والله أحسن منطقة في العيد، يعني ناس كثير ومنطقة روعة ويعني واهتمام جيد، والنيل هذا يعني نزهة. مكان كويس وجميل وقريب مننا، وبنحب نيجي هنا على طول. كل سنة لازم بنيجي في عيد ونعيد هنا. النظافة والأمن، ويعني بتبقى أنت بتيجي هنا القناطر في أمان، وطبعا حاجة نظيفة هنا، والمراجيح ويعني والعيال بيفرحوا كده، ويعني احنا هنا في أمن الحمد لله ونظافة. القناطر دي منطقة جميلة بصراحة، يعني احنا عايشين في بنها، بس احنا جينا هنا عشان القناطر، يعني بنسمع عنها كتير وبنجيها كتير على طول. الحدائق اللي هي الجناين والمية حاجة جميلة جدا يعني. القناطر يعني معروفة، حتى لو في الصيف في الشتاء بيبقى الجو حلو ونظافة وفي ألعاب كتير وموقعها حلو، يعني العيال بتفرح لما بتكون هنا. ده عشان نلعب هنا وفسح. هذا وقد قامت محافظة القليوبية بالتعاون مع وزارة الري بتطوير حدائق المدينة، والتي أصبحت علامة مميزة لاستقبال المواطنين من جميع المحافظات لقضاء العطلات والأعياد بها. بدين استعدادات من أكثر من شهرين ثلاثة، بنجهز الحدائق كلها من أعمال صيانة وأعمال تجديدات وأعمال مراجعة لكل مكونات الحديقة، مراجعة شبكة المرافق، مراجعة الحمامات، مراجعة شبكة الإنارة، كل المرافق الموجودة بيتم مراجعتها والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الجمهور، خاصة إن حدائق القناطر لها ميزة نسبية إنها بتفتح من 7 صباحا حتى 12 مساء. وفي أيام عيد الفطر حرص الشباب والعائلات على تنظيم الرحلات النيلية القادمة من مراسي القاهرة والجيزة للاستمتاع بالرحلات النيلية، ومن ثم الاستمتاع بالمتنزهات.